مرحبا بكم إلى آخر فقرات البرنامج من حكاية الصباح. صابر بامطرف عازف بيانو ومؤلف موسيقي يمني يقيم في العاصمة الأسكتلندية أدنبرا، له العديد من المشاركات المحلية في اليمن منذ انطلاقته الفنية في الوسط الثقافي بصنعاء عام 2014، ليواصل مشاركاته على الصعيد الدولي منذ انتقاله أواخر العام 2020. صابر ولد في محافظة عدن ودرس الابتدائية في غيل بوزير في حضرموت، وانتقل بعدها إلى صنعاء ودرس المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، وحصل على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات مع مرتبة الشرف من الجامعة الماليزية عام 2012 في صنعاء، وبعدها اتجه للمجال العمل في المجال الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوازي طبعا مع نشاطه الفني حتى أواخر 2020. مشوار طويل مع العازف اليمني الشهير الذي سوف يكون ضيفنا عبر الزوم من لندن. صابر صباح الخير، نتمنى لك يوم سعيد. أهلا وسهلا صبري وسمر، صباحكم سعيد. صباح لكم ولجميع مشاهدين قناة اليمن اليوم. شكرا، لا شك بأن الجو أكيد بارد عندكم في لندن، لكن أيضا تابعنا هذه الإبداعات وهذا المشوار الطويل الذي بدأته، وأنت أيضا تمثل شاب طموح يسعى دائما إلى أن يحقق أمنياته رغم الصعوبات التي طبعا لا شك بتواجه كل شاب في بداية الطريق. كيف كانت البداية وكيف وجدت نفسك بتمثل ثنائية مشتركة مع الموسيقى؟ طبعا البداية كانت يعني جدا بشكل تلقائي، يعني وجدت آلة البيانو مع أخواني الكبار، كانت تلقوا هدية من خالي بيانو صغير، فمنها يعني بدأت وأنا من عمر 5 سنوات أنمي يعني أحاول أعزف كذا المقطوعات أي شيء، ومنها نمت عندي الأذن الموسيقية، وخلاص مع الممارسة يعني والتعليم الذاتي بشكل مستمر يعني أخذ شغفي إلى أن وصلت لهنا. يعني أنت ما درستش الموسيقى، لكن أعتقد أنه يعني الموهبة والحس الفني وشغفك بالموسيقى كان كافي يعني من غير الدراسة. نعم، يعني هذا شيء مؤسف، مش شيء يعني مفرح بحكم البلد، يعني نحن في بلد خالي من المؤسسات، يكاد يكون خالية من المؤسسات التعليمية التي تدعم الفن. يعني ما في عندنا كليات موسيقية أو شيء، ولما تلقى على منحة أن يدرس حتى في الخارج الموسيقى، فلذلك اضطررت أن يدرس تخصص الاي تي، تخرجت منه بامتياز، يعني فادني الاي تي بعض الأشياء، لكن ما كانش الشغف أو الشيء اللي أنا أحبه فعلا زي الموسيقى، بس الموسيقى استمرت دائما يعني إلى جانبي، والحمد لله يعني ما زلنا يعني نحن في مرحلة التعلم والاستمرارية. يا صابر، أنت من محافظة حضرموت صحيح؟ نعم، من حضرموت. لا شك بأنه جمالية هذه المدينة، جمالية البحر وجمالية الخور، تلك المنازل الجميلة، وأيضا البيئة الحضرمية المشجعة دائما على الإبداع، كلها طبعا مقومات بتساهم أيضا أنه صابر ينمي من قدرته أكثر ومحفز فعلا. يا هي تعتبر محفز، يعني دائما زي ما يقول الفنان ابن بيئته، بس يعني من ناحية بالنسبة لحضرموت، يعني أنا من أسرة حضرمية لكن عشت أغلب حياتي في صنعاء، فالأسرة يعني فينا الشعراء وفينا يعني نحب الفن نحب الموسيقى، مش عندنا مثلا أنه واحد يعزف بيانو ممنوع أو واحد لا، عادي أنت حالك حال نفسك، ما حد بيدعمك بس ما حد بيقول لك لا. أيوة بيعترض طريقك. يا فالحمد لله يعني ما كانت فقط حضرموت هي المحفز الوحيد، لا بالعكس كانت اليمن ككل، يعني من جميل التراث اليمني جدا متنوع، يعني من التراث في عدن في صنعاء في حضرموت. ولكن بحكم آلة البيانو يعني هي آلة غربية ومش محببه للذائقة اليمنية، خصوصا الأسلوب اللي أعزف به هو أسلوب
عصري كلاسيكي غربي مش شرقي، فأنا أحاول نستخدم هذا البيانو كوسيط بحيث أنه أنقل تقريبا التراث اليمني لكن تحديثة بأسلوب مختلفة، بأسلوب كلاسيكي. نعم. طيب كان أول ألبوم لك هو ألبوم نقطة تحول صح ولا؟ نقطة تحول بالضبط. صح. طيب كلمنا عن الألبوم أكثر، كيف كانت تجربتك في أول ألبوم كان ليك؟ هو طبعا الألبوم فكرته أنه يعني جمعت فيه المقطوعات اللي ألفتها من فترة 2014 إلى تقريبا 2018-19، مقطوعات يعني كانت أغلبها مبنية على تجارب شخصية، نقاط تحول مريت فيها شخصياً، لكن برضو وافقت هذه يعني من 2014 وافقت نفس الشيء نقاط تحول في البلد، يعني من حرب أهلية إلى أيوة. إلى نزاعات وأزمات سياسية وكذا، فهذه كان الألبوم مقطوعاته كله يحكي خلاصة عن 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 صابر في 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 تلك المرحلة يعني في 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 اليمن. طيب يا صابر، أنت بتشوف أن الوسائط الرقمية اليوم الحديثة يعني ساهمت في يعني تدعيم العزف على أيضا وابتكار مؤلفات موسيقية يعني أكثر انبهار؟ نعم بالتأكيد، يعني العالم الرقمي هذه الأيام جدا يعني سهل التواصل بين الموسيقيين، وفي نفس الوقت التقنيات يعني فجأة مثلا ممكن تعمل أوركسترا كاملة ديجيتال يعني عبر الكمبيوتر أو عبر أو باستخدام مثلا بعض العازفين المتواجدين في أي مكان في العالم، ممكن تعطي لهم نوتة ويعزفوا لك وتعمل أوركسترا وانت جالس في بلدك. فهذا الشيء هو يعني في له إيجابيات لكن برضه في له تحديات في نفس الوقت، لأنه رجع الوسط الفني كبر جدا، ورجع الموسيقى مش محصورة فقط على الناس المختصين فقط، لا أكيد. رجع صح. كل الناس ممكن يألفوا موسيقى وممكن ينشروا يعني موسيقاهم عبر يعني بطريقة مستقلة عن أي أيوة. شركة صح. نتائج أو ما لذلك. طيب يا صابر، في حفلاتك الموسيقية اللي قدمتها أنت دائما بتحاول أنك تقدم الأعمال اليمنية بأسلوب موسيقي مختلف، كيف شفت الانطباع من الجمهور الغربي؟ طبعا المقطوعات اللي ألفها أنا أغلبها معتمد يعني على اللمسة العصرية المتأثرة بالموسيقى الكلاسيكية الغربية زي ما قلت، وليست التراثية اليمنية والعربية، بس زي ما قلت يعني بحكم آلة البيانو يعني مؤخرا في آخر السنوات أنا رجعت يعني أتناول المقطوعات اليمنية عبر البيانو، ومؤخرا يعني رجعت أتعمق في تراث الثقافة التراث الغنائي اليمني، فمن هذا المنطلق يعني يعني كانت هنا خصوصا لما في بريطانيا أشاركهم مثلا بعض المقطوعات الغنائية. طبعا الموسيقى الأغنية اليمنية هي أساسا مبنية على أغنية شعرية، فنحن ما نفهمش كثير بالموسيقى البحتة، يعني موسيقى من دون أي شعر ومن دون أي كلام، الذائقة اليمنية والعربية ما تحبش هذا الشيء، فلما نقول هذه الألحان بالبيانو بطريقة آلية بحتة وبعدين يدروا أنه هذه يعني الأغاني هي أساساً أغاني يمنية تراثية، يعني تنال إعجابهم كثيراً، خصوصاً مثلاً زي المقطوعة الأخيرة هذه، خيلت براقة لمع لإعادة الصياغة اللي قدمتها، يعني لما يدروا أن هذه موجودة أساساً في اللحن، هذا موجود في الوجدان اليمني من مئات السنين وتناقل عبر عدة أجيال وما زال اليوم موجود، ولحن بسيط جداً يعني ما هوش معقد هذاك، لكن موجود في الوجدان وفي العاطفة اليمنية، فلما يعرفوا هذا الشيء هم يحبوا القصص الناس هنا في الغرب، فينبهروا ويرجع عندهم جدا يعني تطلع انهم او انهم رغبة في التطلع للتراث اليمني الغنائي او التراث اليمني بشكل عام. طيب يا صابر، التاريخ العريق لبلدنا الحبيبة، التنوع الجغرافي الجميل يعني في بلادنا،
يعني عندما تكون في صنعاء وتذهب إلى حضرموت، إلى عدن، إلى الحديدة، إلى العديد من المناطق الجميلة، هذا كله أيضا بيساهم على أنه كيف نبرز الموسيقى اليمنية أو التراث اليمني من خلال أعمال، ونستغل أيضا وجود آلات حديثة ونبرز أكثر الموسيقى اليمنية للعالم، كل تلك المقومات يعني تجعل من أعمالك تحدي أنه اليوم العمل سيكون أفضل من الأمس والقادم سيكون أفضل، وأنه يجب الترويج لهذا الموروث في العواصم العالمية من خلال المشاركات والحفلات التي أنت تحييها. نعم، ولحسن الحظ يعني في كثير يعني فنانين وموسيقيين برزوا مهتمين في تجديد الأغنية اليمنية ونقلها بطرق وأساليب جدا مختلفة عن اللي يقدمه. مثل عندنا الفنان هاني الشيباني برضه له يعني باع طويل في هذا الموضوع، ينقل كأنه بوب غربي لكن موسيقى يمنية. المرحوم برضه أحمد الشيبة كان له لمسات في هذا الشيء. طبعا يعني لسوء الحظ يعني انه بعض اليمنيين غيورين على تراثهم ودائما يخافوا صحيح. من فكره التجديد، وليش ما تنقل التراث زي ما هو. بس هذا الشيء بالعكس يعني هو ما بيمحيش تراث عريق وحضاري، هو بالعكس يعني انه بيوصل التراث حقنا الى ذائقات، الى مستمعين متنوعين مختلفين، وبيخليهم يرجعوا الى الاصل. بالعكس يخليهم يطلعوا انه كيف هذه الموسيقى اساسا. فلما احيانا يسمعوا او حتى الموسيقيين هنا اللي يؤدوا معي مقطوعات يمنيه مثلا، فهم يؤدوها هم يحسوا انها اقرب للموسيقى الكلاسيكيه حقهم، بس بعدين لما يسمعوا الموسيقى اليمنيه الاصل يقولوا جدا مختلفه ويعجبوا باليمني اكثر احيانا. او ماي جاد. طبعا وانت بتتكلم يا صابر، يعني نتذكر تلك الحفلات الرائعه والكبيره التي اقامها الموسيقار اليمني محمد القحوم، كانت له تجارب رائعة في ماليزيا، القاهرة، ومؤخرا في باريس. بالضبط مثلا هذه أذهلت العالم. يعني نعم مثل هذه يعني، خصوصا أنه الآن بدأت كثير مؤسسات ثقافية وجهات وطنية مهتمة بهذا الشأن، أنه ننشر النتائج اللي يقدمها الشباب اليمني. أيوه. تكون لها دعم من المؤسسات الوطنية على صعيد دولي على مسرح عالمي. هذه جدا يعني خطوة ممتعة تسلط الضوء أكثر على اليمن، تعطي انطباع مخالف للجمهور العالمي عن اليمن، بغض النظر عن ما يذكره الإعلام عن المآسي والفجايع. طيب يا صابر، بالنسبة لآخر أعمالك الفنية اللي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، هي كانت إعادة صياغة أسطورية حقيقة على البيانو للمارش اليمني، يكلمنا عن هذه التجربة. نعم، هي المقطوعة هذه الأخيرة اللي ألفتها هي عن الزامل اليمني المعروف بخيلة براق اللمع. طبعا هذه مشروعي بإعادة صياغة التراث الغنائي اليمني هو يندرج تحت قائمة تشغيل مفتوحة أطلقت عليها اسم يمانيات. هذه يعني لحد الآن تقريبا أطلقت 4 أو 3 مقطوعات في الوسائط الرقمية، لكن في بعض المحاضرات والأمسيات هنا الموسيقية أقدم أكثر من ذلك، وإن شاء الله بيكون كمان كثير أعمال قريبة جاية في نفس إنها إعادة صياغة عن هذه الأعمال التراثية اليمنية. فنحن بس نحاول إنه ناخذ اي مقطوعه، اي لحن بسيط موجود من زامل معين من منطقه معينه، ننقله في وسط ثاني، آلات ثانيه، بطريقه ثانيه، بحيث انه يبان كانه ماذا لو هذا الزامل كان مثلا موجود في اسكتلندا، وهذا الزامل كان موجود في بريطانيا، كيف كان بيكون؟ صح، كيف كان فهذه هذه الاشياء اللي تقارب، انا احس انه وجهه نظري اللي تعرف الناس اكثر على التراث وتقربهم منهم اكثر، انهم يكون عندهم يعني فضول في انهم يعرفوا هذا يعرفوا اكثر. صح، يعرفوا اكثر عنه. نعم.